السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا وطلبة الدراسات الأولية اللي يتناولون برنامج السوفتوير ضمن أو يعني included الwater resource. سو إن شاء الله اليوم نكمل سلسلتنا ضمن برنامج الهيكراس. إحنا تناولنا بالمحاضرة السابقة هو إنشاء الراس مابر، وتعلمنا إنه شلون إحنا ننشئ كرياتيف خريطة من موقع ناسا الموقع محدث، وشلون أدمجها واستدعيها وأنطيها البروجكشن بالمحاضرات الخاصة بعنوانها تبدأ راس مابر. سو هسه إن شاء الله اليوم نكمل على نفس البروجكت، نرجع للراس مابر، أما نختارها من هذا الخيار البسيط اللي هنا إحنا نسميه الخيار السريع ضمن القائمة المنسدلة، أو نختارها من جي آي إس تول راس مابر. إن شاء الله اليوم نكمل قائمة البروجكشن ضمن الراس مابر جي آي إس تول راس مابر، نكمل الأوبشن الخاص بالبروجكشن. هسه الفايل إحنا تعلمناه بأوبن وسيف وخروج، تمام؟ البروجكشن هو اللي بالعمل. البروجكشن نروح منه على ست بروجكشن، هاي إحنا رسمناها بالمحاضرة السابقة، تمام؟ فنروح على ست بروجكشن، هذا هو. هسه راح نجي على هاي نتعرف على ذن الخواص، هذن الأوبشنات الموجودات شنو ذن الغرض من عندهن، تمام؟ على اوبشن اللي شو اسمها راس مابر اوبشن نمبر 1. اول شيء البروجكشن، ايش يقصد بكلمه البروجكشن؟ احنا تناولناها بالمحاضره السابقه، من ضغطنا عليها هنا رحنا حملنا موقع البروجكشن، الاسقاط المناخي اللي راح اسقط عليه، وكذلك اختارينا طريقه الويبنج اللي احنا راح نمشي عليها، احنا نسميها طريقه الاسقاط المناخي او العفو الاسقاط الجغرافي الخاص بالخريطه. اكو طرق هسه راح نجي نوضحها ان شاء الله بالتفصيل حتى تكون واضحة أمامك. أول شيء البروجكشن يقصد به هو إعداد المشروع أو إسقاط المشروع. دائما تكون عمليات إعداد المشروع البروجكت سيتنج اللي يتضمن هذه الخواص، أول عندك شيء أول شيء تتقسم الراس مابر إلى اثنين، بروجكت سيتنج وجلوبال سيتنج. هسه البروجكت سيتنج شنو يتضمن؟ البروجكشن والجنرال والرندر مود والمش تولسنج، واللي جلوبال سيتنج شو تضمن؟ الجنرال والراس لاير والماب سيرفيس فول والايديتنج تول، تمام عيني؟ هسه ننتقل احنا ضمن البارشن الاول او البارت الاول اللي هو البروجكت سيتنج. شنو معنى البروجكت سيتنج؟ يعني اعدادات المشروع، يقصد بها هي اعدادات خاصه بنموذج الهيكراس نفسه اللي يتم تطويره. شو يتضمن؟ يتضمن نظام الاحداثيات، البروجكشن اللي راح نعمل عليه، دقه نموذج التضاريس اللي راح نشتغل عليه هنا، ننطي تعريف الديفينيشن، الاختيار المفضل للوحدات، شنو الورب موث اللي انا راح اعمل عليها، تمام عيني؟ هذا هو التفاصيل الخاصه بمن بالبروجكت سيتنج. والجلوبال سيتنج لا، له خواص هسه راح نجي نعرفهن. هسه ننتقل ضمن البروجكت سيتنج الاسقاط، هذا الشيء يقصد به. هسه من دخلنا على الاسقاط، اول واحد الاسقاط يتضمني الكوردينيت ريفرنس سيستم، تمام عيني؟ ويتضمني طريقه احنا نسميه الوردنج ميثود. هذا الشيء يقصد به الاسقاط هنا، هذا ملف الاسقاط انه اول شيء يسقط لك جميع البيانات اللي انت تريدها على الاحداث اللي انت تحتاجه. يعني احنا مثل ما نعرف اللي المفروض ضروري واحد تكون عنده معلومات عامه ضمن موضوع الجي اي اس، اكو شيء اسمه الاسقاط الجغرافي. شنو الاسقاط الجغرافي؟ يعني موقعك انت بالنسبه للخريطه العالميه، ايش قد نسبه الاسقاط الجغرافي الخاصه بك لمكان عملك انت بالضبط، ايش قد يقع بالنسبه للمواقع الجغرافيه الاربعه، نورث ايش قد يبتعد كذا درجه، 37 54 100 كذا بالسالب، وكذلك ايش قد كذلك تبعد يعني ببقيه الاتجاهات موقعك الجغرافي لهذه الخريطه. هذا يسمونه الاسقاط الجغرافي البروجكشن اللي هو ضروري يحدد لك الاسقاط. زين شلون انا احدد اسقاط الخريطه؟ من خلال تحميلك من هذا الملف ل مثل ما نقول احنا ملف الاسقاط اللي انت خاص بك راح يشتغل بك، تحضره بالجي اي اس وتستدعيه هنا، وهذا تناولناه بالمحاضرات السابقه. شلون احضر؟ احضر شيء فايل خاص لمنطقه الدراسه واستدعيه عن طريق هذا الاوبشن. سو راح الراس مابر شو يسوي من انت تدخل الاسقاط المناخي؟ راح جميع الخرائط اللي انت تدخل اللي هي يسقطها على هذا الاسقاط، تمام عيني؟ الراس مابر باسقاط جميع البيانات في نظام الاحداثيات المحدد اللي انت راح تحدد له اياه. شلون تحدد له اياه؟ عن طريق هذا الفايل. لاحظ البروجكت فايل من تحمله، شوف بده يعطيك هنا شنو اسقاط المناخي هالثاني، هو دبليو جي اس 1984. انا صراحه ما ارد اغوص بتفاصيل الاسقاط المناخي، اللي يريد ياخذ
اوبشن اكثر ويتعلم شنو العفو الاسقاط الجغرافي للخرائط، يدرسه عن طريق الجي اي اس او عن طريق كتب مختصه ضمن الجي اي اس او عن طريق اليوتيوب او عن طريق اي ريفرنس ثاني، يعني يتوسع بخصائص الاسقاط الجغرافي لخريطه ما. واحنا متناولينه بالمناسبه، انا متناولته ضمن البلاي ليست الخاص بالجي اي اس محاضرات الاولى، شلون اني احدد الاسقاط الجغرافي لمنطقه ما وضمن عن طريق الجي اي اس واحمله كفايل، تقدر ترجع للبلاي ليست الخاص بالجي اي اس. سو هسه الاسقاط المناخي عرفنا اللي خاص الداتوم كذا ايش قد مقداره، تمام، يعني هذا هو الاسقاط المناخي، ايش قد ديجري، ايش قد كلانجتيود، ايش قد اتيتيود، تمام، يعني حتى اليونت غيرها ينطيك اياها بالكامل، حتى الاسقاط احنا نسميه الزمني ينطيك اياها بالكامل لهذه المنطقه، تمام، عيني هذا يعني شو يقصد بالراس ما بل راح يسقط جميع البيانات في نظام الاحداثيات المحدد على الملف اللي انت تنطيه، لذلك يجب ضبط هذا التصور للبيانات الخلفيه، مثلا الويب اللي احنا راح نستخدم مثلا الهيكراس جولد، تمام، عيني دائما يستخدمون هم، اكو عده طرق، انا صراحه الطريقه اللي علمتك اياها بالمحاضرات السابقه شلون انت تحمل هي افضل طريقه وانسب طريقه والطريقه اللي ما تنطي اي ايرور اللي خاصة بإسقاط المناخ بالمحاضرات السابقة اللي أخذناها. أكو عدة طرق، أي نعم أكو ناس يستخدمون تعريف الإسقاطات باستخدام ملف إسقاط، إما عن طريق شركة إيزري سلاسل تدعم هذا الموضوع، أو البي دوت بي آر جي، أو موقع ثاني اسمه البروجكت فور، يعني عدة طرق معينة أنه أني عن طريقها أقدر أسوي الإسقاط المناخي العفو الإسقاط الجغرافي للمنطقة. عندنا طريقتين، اما تستخدم الطفل احنا نسميها الديفولت ميثود اللي هي طريقه الجالد وير اللي هاي اصلا الجالد هي اللي يتبعها الهيكراس، تمام، يعني وكانه تقول لك انه هاي الطريقه انه انا راح اتبع الطريقه اللي انت تطنيها بالاعلى، لكن اذا اعطيت الالترناتيف ميثود لا، لازم انت تسقط له طريقه معينه تدعمها سلاسل اخرى اللي هي لحد الان اللي تتعب برنامج الهيكراس النسخه الاخيره هو الايزري والدوت بي ار جي والدبليو كي تي والبروجكشن، يعني عده امتدادات، لكن اذا انت تحمل الملف فيكون الاختيار الاول اللي هو الوربنج ميثود، تمام، عيني يقول لك هنا warning تحذير انه الجالد is uses a warning and that projection file is corrupted, you may experience the hackers with this projection. لازم اني نفس الحاله اسقط الهيكراس مع ال يعني قيم الهيكراس جايد، لازم انه نفس الامتداد الخاصه بهذا البرنامج، تمام، عيني هسه نجي على الجنرال الاعدادات العامه، شو يقصد بها اعدادات المشروع العامه؟ هو كل ما يتعلق بالراس مابر شيء بالكامل، كل ما يتعلق بها اللي من المرجح انا اسوي عمليات لها تعديل، اولا مثلا عندك هنا كومبيتيوشن ديسيبل بليس حساب الاماكن العشريه، ايش قد انا هاي تمتدك هوريزونتال، تمام، عيني اقدر انطي القيمه العشريه لها الخاصه بها، وراح نتعلم ان شاء الله تعرف انت على حسب الامتداد الخاص بها، تمام، عيني يعني التضاريس الافقيه ايش قد راح تمتد، خيارات الاماكن العشريه هاي تختارها. ثاني مثلا عندك الاكس اس ريفر ستيشن، هاي شنو معناها؟ يحسب محطات الانهار لاي مقطع عائق احنا نسميه عائق هيدروليكي، تمام، المقاطع العرضيه، الهياكل الجانبيه، اللاترال ستراكشر راح ناخذها، احنا نصمم بعده منشآت، نضيف اما مين ستراكشر نسموها اللاين ستراكشر، يعني منشآت عائقه توضع داخل النهر او منشآت توضع بجانب النهر، فايش قد بعدها كيونت الديزمل الخاص بها، هاي عن طريق الاكس اس نسميها احنا ستيشن، تمام، عيني ريفر ستيشن يعني محطات الانهار للعوائق الهيدروليكية حالية الأبعاد، هاي نستخدم لها الوحدات المحددة إلها إن شاء الله، من راح نضيف أي شيء راح نحدده هنا، تمام، عيني فهو هذا يتطلب الراس مابر هاي بالمناسبة وضع هذه الأمور راح تعطيك دقة متزايدة جدا بالموضوع، يعني أنت كل ما تكون تتعمق بهاي الأمور النتائج اللي راح تظهر لك قريبة جدا من الواقع. الإليفيشن بوينت فلترينج، ها نقطة احنا نسميها تصفية الارتفاع، شنو هاي نقطة تسوية الارتفاع؟ حتى نقلل عدد النقاط على المقاطع العرضية، يعني أنا ما استخدم على طول المقطع العرضي مثل يعني إن شاء الله راح نجي نوضحها اكس واي اكس واي، راح يصير المقطع شبه مشوه، فأنا هاي النقطة راح تنطيني هي ريفرنس بوينت فيسمونها الإليفيشن بوينت فلترنج،
تمام عيني ايش قد تاخذ، لذلك تاخذ من هذه ايش قد الاكس ثبتتها اني الاكس اس للستيشن اللي هي احنا نسميها او سميناها محطه يعني الانهار، المحطه الاليفيشن الخاص بها راح تثبت هنا، وايش قد ال اس اللي تتضمن المقاطع العرضيه نسميها نقاط الاكس اس، والهياكل الجانبيه شنو يعني نقاط ال اس الى عدد نقاط الذي حددها المستخدم. تمام عيني، دائما اعلى حد لها توصل 500 نقطه الاكس يعني هذا 500 نقطه، وهنا أنا مثلا حسب هنا اكثر بالنسبه للال اس الف واكثر، بس ان شاء الله راح نجي نوضحهن على حسب المنشئ الهيدروليكي ايش قد يبعد يعني على موقع المنشئ الهيدروليكي. تمام عيني، دائما يستخدموه بالحسابات الهيدروليكيه في الهياكل الجانبيه بين كل نقطتين، يعني فحتى احنا شنو الغرض من نضع هندني ننطي تعريف كامل للمنشأ، يعني انا هنا راح اضيف منشأ، هذا المنشأ منضفته على النهر هنا بالضبط راح يقول لي شقد يبعد كقيمة اكس وكقيمة يبعد شقد عن منتصف النهر ويبعد شقد عن جانب النهر. تمام، او النهر او البحيرة اللي اني اعمل عليها، فهذا هو الغرض من عنده الاليفيشن بوينت فلترينج والبروف والاكس اس ريفرس ستيشن. بعد ذلك احنا نسميها الخيارات الخاصه بالتركيب اللي ناخذها اللي بصوره عامه احنا مثل ما نسميها دائما تتوفر للخريطه هاي حتى من ظهر الخريطه وشريط المقياس وسهم الشمال ان شاء الله، يعني تقدر ايضا تسقط به او تستخرج احنا نسميه خريجة الخريطة ايش قد ان تسقطها يا مقياس رسم، فهاي يسمونها خيارات التركيب. تمام عيني، ان شاء الله تكون هاي واضحة امامكم الخيارات ميل ليجنز والسكيل بيبر، هذا ان الاوفرلاب اوبشن اللي هي خيارات الاوفرلاي اوبشن، خيارات التركيب شو تضمن؟ تضمن الماب ليجنز اللي هي بصورة عامة يعني بيها التركيب الخريطة. تمام عيني، السكيل بار يعني المقياس الرسم او شريط المقياس ايضا ارجى ظهره، بعد مثلا الاتجاه الشمالي النورث ارو ايضا ظهره احنا نسميه سهم الشمال، وايضا راح يضيف لك الاد الليجنز، الليجنز يعني مفتاح الخريطه وين تريد توضعه، اد الليجنز تقول نعم اضع لي اياه. تمام عيني، تقدر تقول له ابلاي، بهاي الحاله ينطيك انه تطبيق لها بالكامل. تمام، هسه نجي الجلوبال، احنا نسميها الجلوبال سيتنج او العفو، هنا نجي على الحاله الثانيه اللي هو الرندر مود. رندر مود يعني وضع العرض، شلون اني اعرض البيانات، هاي جدا مهمه، يستخدم وضع العرض للتحكم في كيفيه رسم النتائج، النتائج اللي راح تظهر لي مو انا البرنامج سبق وتناولناه قلنا يحتوي على بوست بروسيسنج وبي بروسيسنج وبروسيسنج، فانا النتائج مالتها شلون راح تظهر ايضا اقدر اتحكم بها عن طريق الرندر مود. ايش تضمن لي الرندر مود بصوره عامه؟ تضمن لي انه انا وضع العرض بصوره عامه حتى اتحكم في رسم النتائج ضمن الراس ماب، يعني ايش تضمن لي؟ يعني نمبر 1 الووتر سيرفيس بروفايل، انا احد النتائج هسه لا نرجع للبرنامج الرئيسي، هنا اول شيء يعرض لك هنا شوف الفيو بروفايل اللي هو يقصد به شنو؟ الووتر سيرفيس بروفايل، شلون يظهر الووتر سيرفيس بروفايل؟ يعني العرض الخاص بسطح الماء، يستخدم هذا كيفية استيفاء النتائج بصورة عامة كثناء الأبعاد. تمام عين، ضمن الراس مابر اللي هو هذا عندك سلوبينج، وعندك سلوبينج يبين لك الكورنر زائد الفيس سنتر، عندك خيارين بي انت شو تريد، فقط السلوبينج المائل لو السلوبينج مع خط السنتر، اذا اختاريت مثلا السلوبينج مع خط السنتر تريد يبين لك الديبث ويت فيس. تمام عيني، لو الشالو ووتر اللي احنا الماء نسموه يعني الماء الضحل، لو تستخدم الطريقه الهوريزونتال يعني عرض يكون افقي يعني القناه يكون افقي، يا طريقه اللي تستخدمها تكون هو هذا يعني بعده خيارات، اما طريقه مائله او افقيه اعتمادا على التغيير في سطح الماء بين نقطتي حساب. تمام عيني، هسه نجي الخيار الثاني البايب يسمونه رندنج اوبشن، يعني شنو احنا مثل ما نسميه تسامح الرسم، هذا حتى يزيل المناطق دائما يعني اكو قيم حديه عاليه تطلع لك قيمه دائما بالرسم احنا نسميها القيم متطرفه،
تظهر نتيجة مثلا كنت كأن تكون البيانات المدخلة غير دقيقة 100%، أنت ما تضمن أنه بالبرامج الهيدرولوجية دقة البيانات، فحتى تتجنب هذه المشاكل شو تقول له؟ أنه هنا تحدد لك يعني الرسم إحنا نريده سموث، يعني القيم المتطرفة تمسح أو ترفع، فهذا القيم الحدية لإزالة المناطق ذات العمق الضحل. أكو مناطق عمقها جدا ضحل، يعني ما يعني وجودها يعني راح يشوه الرسم مثل ما نقول، فنقدر إحنا أيضا إحنا مثل ما نقول نقدر نرفعها. لذلك نقول لك قد المينيمم بيكسل ويدث تريده، إذا تشتغل وباكر تشتغل باللاترال سكيل إيش قد تطيل إحنا نسميه المقياس الجانبي. البلوت تولسنس يقصد به هذا محرك العرض، هاي عندك عدة طرق انه انت حتى تبين البولت هذا ماب فاليو بالديبت، هاي طبعا بالفيت هو تحولها كقيمة للفيت، هاي بصورة عامة. وعندك بعد البلانك او الزومنك اللي هو بصورة عامة ايش قد تريد الزوم الخاص بالخرائط او النتائج المظهرة، ايش قد تريد قيم البرنامج احنا نسميها جي دي اي الخاص بها، مع حتى تشغل الرسومات الخاصة بها ايضا، يعني هاي معلومات عامة عن كيفية اخراج النتائج. والريندنج اكسبانشن شنو الطريقة اللي احنا نسميه محرك العرض العام، جميع البرامج تشغيل الرسومات. يعني شوفوا اذا اختاريت الاول الجي دي اي يسمونه هاي كومباليتي، يعني الدقة او النتائج العالية، هذا يشتغل على كل يعني تحسين الرسومات المتجهة، يعني بالضبط بالضبط يشبه برنامج السوليد وورك. احنا برنامج اللي يشتغل على برنامج السوليد دائما يستخدمونه بالرسم الاولي، يعدلون به النتائج وغيرها، يلا يدخلوها على البرنامج الرئيسي اللي هو الانسس او الفلو 3 دي، يلا يعملون على تحليل النتائج. فهاي بالضبط الاوبشن يكون من ضمن نفس البرنامج، فتقدر انت تعدل محركات البحث الريندنج ادنج. وان شاء الله هاي طبعا هي اتوقع ثابته اللي هي الافضل، اللي هو احنا نسميه جي دي اي، اللي هو اللي يعرض على جميع يعني النتائج مالته تعرض على جميع محركات الرسومات، فيستخدم اليوس دايركت 2 دي مش انتي التريننج. بالمناسبه لانه هو اصلا هذا البرنامج عباره عن فاينايت اليمنت ميثود، فيسوي اصلا مش لهذا، وراح ناخذه بالخطوه اللي بعدها. تمام عيني. الخطوه اللي بعدها المش شنو تقصد بيها؟ هاي ضروري ننتبه لها. المش اللي هي احنا نسميها سماحات الشبكه، ايش قد تسمح لك الشبكه انت تسويها. يستخدم الحد الادنى لتسامح طول الوجه كبيرسنت، المينيموم فيس لينث تيربلنس، ايش قد كنسبه مئويه، هنا نعطيها هنا نسبه مئويه. يعني حتى ايش اقصد به الوجه الخليه اللي راح ارسمه اني اذا كان صغير جدا مقارنه بالمسافه الاجماليه راح ما راح تكون النتائج. يعني أنا مثلا ضمن هذه الخريطة بهذه الأوبشنات وأريد أرسم هنا كروس سكشن بمقطع صغير، راح تكون الرسم بصورة كاملة غير متجانس، فهو هنا هاي الخيار يجانس لك الرسومات اللي أنت راح تسويها للمنشآت مع الخريطة الطوبوغرافية للمنطقة. فلذلك يقول لك كتب استخدام التحقق من أن نقطة الحساب تقع ضمن حدود الخلية. تمام عيني، حتى نحسبها بالكامل، وانا اتوقع بالتطبيق بتكون عندك واضحه جدا. تريد اثبات فيرفي كومبوتيوشن البوينت وذن ذا سيل باوندري، هاي ايضا يحسب لك الباوندري الخاصه بالنتائج. انا من اسوي مش لان هذا اصلا البرنامج بصوره عامه يعتمد على معادلات الساندفينت اكويجن. ضروري انه انت من تسوي المش تسوي لها فيرفيكيشن بحيث تطابق هذه القيم مع قيمه من الواقع يثبت عند هذه المش، وبعدين يعمل عليها الخطوات اللي بعدها. الجلوبال سيتنج اللي هي الاعدادات العامه تتضمن الجنرال اللي هو هذا تلاحظ اللون، الماب تول سمبولوجي يعني الالوان الخاصه بالتفضيلات للراس مابر، شنو هي الالوان المفضله انت شو تريد تختار منها اللون وتحدده، تريد وردي تريد غيره، تمام شلون تريد انت الاخراج يكون، هاي منها تحددهن. تمام عيني، هاي يعني خاصه بالالوان والاخراج. الماب ديسبلاي شلون انت تريد الظهر عاده الخروج الخرائط بصوره عامه، هي هاي يعني يعتمد هذا اعدادات عامه. تفضيلات المستخدم اليوزر راح يستخدم البرنامج بما يتعلق بالشكل والمظهر المفضلين لخريطته. اكون يعني الخرائط بيا لون تريد انت تظهرها على الخريطه، تريد بها كذا اوبشن، تريد المنشئ اللي هنا يظهر باللون الوردي، تريد اغير هذا الزوم اوت لت شلون يكون، الزوم لت شلون يكون. تمام، هاي ان شاء الله راح من نجي نطبق برمجي يعني نطبق منشئ هنا نضعه ونستخدمه راح تعرف المن استخداماته، فهذا اسمه الماب تول سمبولوجي. تمام عيني. الخيارات الثانيه
اللي هو احنا الماب ديسبلاي اظهار الخريطه، شلون تظهر الخريطه بصوره عامه، ايضا رموز التكبير غيرها من هذه يعني احنا نسميها الطبقات الخاصه بها، يعني يشمل لك الارتباطات العامه دائما الخاصه بادوات رسم الخريطه. تمام عيني الديزمال بليس ايش قد تظهرها بيا دقه، هاي يقصد بها يعني هاي عده رموز تخصيصيه للمنطقه، اداه القياس غيرها، قائمه الطبقات من هذا الامر. هسه نجي ارتباط الطبقات الراس لاير، ايش يضمن لك هذا ارتباط الطبقات؟ الريفر يا لو تريد تطي الريفر. هسه راح نجي احنا صح بينا هنا بس نجي نوضح، اشوف هسه اذا احنا نجي على هذا، هذا هو النهر الرئيسي مثل انا راح اشتغل عليه ضمن الفيتشر. لاحظ هنا ممتد وهنا صاير بيتضيق لان هو اصلا هاي الخريطه الطبوغرافيه لهور معين يعني من الاهوار داخل العراق. سو اذا تريد تبين الكروس سكشن بيالون اللي هو المقاطع العرضيه للنهر، شوف تقدر تغير دقتها، اللون، الكاركتر بالكامل، كذلك البانك لاينز. تمام يعني بالكامل بالكامل هاي الخصائص اللي احنا نسميها ارتباط الطبقات، يعني تخصيص رموز خاصه بالطبقات بحيث تظهر انت الطبقات، جكشن بوينت نقطه الالتقاء بالكامل، البومبو ستيشن تريد انت تبين نقطه اذا عندك في النهر منطقه او نقطه ضخ الى الخارج تبينها بكذا لون، البومب بصوره عامه شلون تبينها بخط المنقط. تمام تقدر تختار الالوان تتحكم بيهن، ذني ايضا يتحكمون لك باخراج الخريطه. الماب سيرفس فول يقصد بيها يعني تعبئه الخريطه، شلون انا اعبي الخريطه؟ هسه انا عندي الترينر والهايدروليك، هسه الهايدروليك ما مشتغل عليه بعدني، الترينر انا معبيتها بهذه الالوان. اكو عده خيارات اقدر اختار الوان ثانيه، عده خيارات انا اختارها منها اعبي بيها الخريطه. تمام عيني هاي تعبئه الالوان منها تقدر تجد انطيت قيم، هاي التعبئه للون هذا انطيته للكذا فاليو. تمام عيني هذا لكذا فاليو اقدر اغير، اي نعم منها اغير اختار الوان ثانيه. تمام هاي الديوريشن هذا للبريسبتيشن هذا لكذا. تمام فمن هذا الباب فهو هذا يسمونه تعبئه سطح الخريطه. بعد عندك الاخير اللي هي ادوات التحرير الايديتنج تول او ادوات التعديل، هاي يقصد بيها هاي لاحظ هنا البوينت اللاين الفول يعني شلون احنا نوضحها بصوره عامه، الواجهه من راح اخر واجهه للخريطه مظهر الواجهه وتفاعلها مع المستخدم، يعني طبقات التحرير مثلا عندك اول شيء السيمبولوجي الرمزيه هاي بيها شنو البوينت واللاين والفول، تتيح هاي للمستخدم نفسه تحرير الوان بحيث يريد يقدر يحرك نقطه داخل الخريطه نفسها باستخدام الماوس. ثانيا مثلا احنا نسميها التوستنس او التسامحات النير بوينت، يعني يقصد شلون انا احصل على تسامحات كامله، يعني الدقه اللي راح اشتغل بيها تحدد تسامحيه هاي النقطه ايش قد قربها للماوس بحيث تنطيك لكل نقطه انت راح تختارها اللاتيتيود واللانجيتيود الخاصه بيها، النير لاين والنير بوينت اللي انت تشتغل عليها. هسه احنا تعلمنا بهاي المحاضره ان شاء الله بالكامل الراس ماب بروجكشن ديفينيشن تعاريفنا الخاصه، وان شاء الله من راح نجي نوضح بالمحاضره اللي بعدها راح نستخدمهن حتى ما نرجع عليهن نوضحهن بهذا التفصيل الدقيق وانما نستخدمهن بشكل مباشر. اتمنى محاضره هذا اليوم تكون واضحه، اذا عندكم اي سؤال او استفسار خاص بالموضوع هذا تقدرون تتواصلون ويانا على القناة إن شاء الله نجاوبكم. نلتقي بكم على محاضرات قادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.